أخبار اليوم. مفيش مشاكل بتقابلك هنا؟ لا ولا مفيش مشاكل ولا اي حاجه. ده في طبيب متواجد هنا؟ على طول. على طول. ازيك يا عم ايه معاك؟ راضي على الاداء هنا ولا في حاجه معوقات عندك مشاكل؟ ما عندك مشكله ولا احنا جايين عشان نحل مشاكل، جايين عشان نطلب من الناس. صراحه انا بايعها مش من الدكتور. ها؟ كل العلوية مكينة بالضبط اهو. في عدد أنظمة عاملين له رينج معين بس يجي حالات كتيرة فنضطر إن احنا نقدم معاك. بس يعني عندكم حد أدنى يعني كل نوع على الدواء معين، حد أدنى عنده لازم يكون في طلب لكمية.